مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مدرستي. أنا اسمي عبير وأنا معلمتكم لمادة اللغة العربية. اليوم بدنا نعمل مراجعة لحرف كنا تعلمناه سابقا، بس قبل ما أخبركم شو هو هالحرف بدي نتذكر سوا الفصول والأشهر. بعدكم مذكرينهم؟ يلا نرددهم سوا. الشتاء الشتاء، الربيع الربيع، الصيف الصيف، الخريف الخريف. أشهر فصل الشتاء هي يناير أو كانون الثاني، فبراير أو شباط، مارس أو آذار. أما أشهر فصل الربيع فهي أبريل أو نيسان، مايو أو أيار، يونيو أو حزيران. أشهر فصل الصيف يوليو أو تموز، أغسطس أو آب، سبتمبر أو أيلول. أما أشهر فصل الخريف فهي أكتوبر أو تشرين الأول، نوفمبر أو تشرين الثاني، ديسمبر أو كانون الأول. وهلأ يا أصدقائي بدي منكم تحضروا الورقة والقلم وخلونا نسمع سوا أغنية الحلقة. الشتاء الربيع الصيف والخريف، هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هي أربعة هي أربعة، الشتاء الربيع الصيف والخريف، الشتاء الربيع الصيف والخريف. شتاء بارد ربيع مثمر، صيف حار خريف ممطر، هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هي أربعة هي أربعة. حابين تعرفوا شو هو الحرف يلي رح نعمله مراجعة اليوم؟ عليكم أنه تسمعوا منيح، أنا رح أقرأ لكم قصة كتير حلوة. الحرف يلي رح رددوا عدة مرات هو الحرف يلي رح نعمله مراجعة، ركزوا واسمعوا القصة منيح. عنوان القصة دكان داني. يحب داني شراء الألعاب الجديدة. ذات يوم وهو عائد من المدرسة مع والدته، شاهد ديناصوراً لدى العم وليد صاحب دكان البلدة. أدهشه الديناصور كثيراً، أراد شراءه، فرفضت والدته قائلة: لن أدفع المزيد من النقود يا داني، فلديك الكثير من الألعاب. دخل داني غرفته وبدأ يدور بداخلها يفكر في أحدى الوسائل لشراء الديناصور. تحدث إلى والدته قائلا: لدي عدد من الألعاب القديمة، ما رأيك أن أدعو أصدقائي وأولاد البلدة لشرائها؟ فكرة جيدة يا داني، أجابت أمه. في اليوم المحدد بدأ المدعوون بالدخول إلى الحديقة. اختار هادي أسداً ودباً وقرداً يحمل دفاً، واشترى شادي دولاباً أسود لدراجته الجديدة، ودفع نديم ثمن دمية داخل صندوق هدية لديمة، وأحب فادي أن يشتري دفتراً ليرسم ديكاً يأكل دودة. ودع داني أصدقاءه وأسرع حاملاً النقود بيده إلى دكان العم وليد ليدفع ثمن الديناصور الذي وعد نفسه به.
ثم عاد إلى داره سعيداً فرحاً بالديناصور الجديد. حبيتوا القصة؟ قصة حلوة كتير كتير. وداني كان كتير كريم مع أصدقائه، وزع كل ألعابه القديمة على رفقاته كرمال يحصل على الديناصور اللي هو كان حابه. وهلأ خبروني، شو هو الحرف يلي كررته عدة مرات بالقصة؟ حرف الدال، اسمها الدال ولفظها د. د اسمها دال، اسمها الدال ولفظها د. حرف سهل كتير، وسوا رح نتذكر كيفية كتابة حرف الدال. يلا اكتبوا معي بخط حلو كتير. نضع نقطة صغيرة فوق السطر. لحظة رح اكتب باللون الأصفر. نضع نقطة صغيرة فوق السطر، خط منحن قليلا، نوصل على السطر بيرجع خط، وفوقي مستقيم كالدرج. إذا هذا هو الدرج. أنزل الدرج ثم أمشي، أنزل الدرج ثم أمشي. حرف الدال بيشبه كتير درج. هذا هو شكل حرف الدال. إذا مرة أخرى نقطة فوق السطر، أنزل الدرج ثم أمشي، خط مستقيم عمودي صغير ثم خط أفقي صغير. حرف الدال في بداية الكلمة. سهل كتير مزبوط، كتير سهل، ما فيها أسرار حرف الدال، ما فيها نقطة، ما فيها شحطة، ما فيها شيء، فقط خط مستقيم عمودي ثم خط أفقي. حرف الدال في وسط الكلمة متصل، خط عمودي ثم خط أفقي، ولأنه متصل لكو إيده صغيرة، إيده منا فوق هون تحت، تمسك بس من هاي الجهة. حرف الدال ما بيمسك من الجهة الأخرى، فقط يمسك من هذه الجهة، من هون ما بيحب حدا يمسك له إيده. إذن إيد صغيرة ونكتب حرف الدال. دال متصلة، دال متصلة، هيكو إيده صغيرة. حرف الدال، د دال. أما حرف الدال في آخر الكلمة متصل، إيد صغيرة لأنه متصل، وحرف الدال في آخر الكلمة. مرة أخرى، إيد صغيرة دال متصلة، ونكتب حرف الدال. أما في آخر الكلمة منفصل فيكتب بهذا الشكل. سهل كتير. وهلأ بنتذكر سوا الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. الألف الفتحة، الواو الضمة، نعم، الياء والكسرة. هلأ بنكتب مع بعضنا حرف الدال مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حرف الدال في بداية الكلمة مع الصوت الطويل الألف. د آ د آ دا. حرف الدال مع الصوت القصير الفتحة. فتحة بتطير فوق الحرف. د آ د آ دا. حرف الدال مع الصوت الطويل الواو. د او د او دو دو. حرف الدال مع الصوت القصير الضمة. الضمة كمان بتطير فوق الحرف. د او د او دو دو. حرف الدال مع الصوت الطويل الياء. د اي د اي دي. واخيرا حرف الدال مع الكسره. الكسره بتسبح تحت الحرف مظبوط. د اي د اي دي.
دي. وهيك يا أصدقائي بنكون تذكرنا كيفية كتابة حرف الدال وكيفية قراءة حرف الدال مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. بعد ما تذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الدال، إجا الوقت أن نقرأ سوا نص ونجاوب على مجموعة أسئلة ونميز بين الصوت الطويل والصوت القصير. زارة، رامي، شادي. دايما نحن وعم نقرأ بنقرأ عمال بصوت واضح ومنهج الأحرف، نخلي مخارج الحروف تكون واضحة، يطلع كل حرف بالشكل السليم. سلم على والدته دعد، وعلى أخيه نديم، وعلى أخته دنيا. رسم نديم دبا، رسمت دنيا ديكا جارها، رسم رامي دار شادي. سوا بدنا ننبش على حرف الدال ونشوف كيف كتب ومع الصوت الطويل ولا الصوت القصير. زار رامي شادي، شادي دي. سلم على والدته، نعم والده ده. دعد، دال في بداية الكلمة، دال في آخر الكلمة متصلة. وعلى أخيه نديم، دي صوت طويل. برافو كتير ليالي، عم بيقولوا وعم بيجاوبوا صح. وعلى أخته دنيا، دو صوت قصير. رسم نديم دبا، دو. شو نسيت أنا؟ نسيت دي نديم. رسم الدنيا دو في بداية الكلمة، ديكا دي صوت طويل، ديكا جارها. رسم رامي في حرف الدال، ما في. دارة، دا صوت طويل في بداية الكلمة، دارة شادي، دي صوت طويل أيضا في آخر الكلمة. هلا بدي أسألكم مجموعة أسئلة وإنتوا بدكم تجاوبوا، ولازم الإجابة تكون كاملة. شو يعني كاملة؟ يعني أنا لما بسألكم شو اسمكم بتقولوا اسمي وبتكفوا. مثلا أنا اسمي عبير. زيت شي لما بدنا نجاوب على سؤال لازم نجاوب إجابة كاملة. رح نجرب أول مرة. رسم نديم دبا، ماذا رسم نديم؟ ما منجاوب ومنقول دبا، خطأ. لازم تكون الإجابة كاملة، يعني رسم نديم دبا، منجاوب إجابة كاملة. طيب ماذا رسم رامي؟ نعم رسم رامي دارا شادي، أحسنتم. سؤال آخر، ماذا رسم الدنيا؟ رسم الدنيا ديكا جارها، أحسنتم. من زار رامي؟ زار رامي شادي، ممتاز. ليلي عرفوا يجاوبوا صح. وهلأ في عنا مجموعة أصوات، بدنا نميز بين الصوت الطويل والصوت القصير. إذا عنا صوت طويل بنحط له دائرة، إذا عنا صوت قصير نحط تحته خط. يلا نقرأ سوا ونميز بين الصوت الطويل والقصير. الصوت الأول ده، ده صوت طويل أو قصير؟ قصير، إذا نضع خط. ر، أحسنتم، صوت قصير، خط. دا، صوت طويل أم قصير؟ طويل، إذا نضع دائرة. ري، أحسنتم، صوت قصير، نعم. دو، صوت قصير. دي، أيضا صوت قصير، صح؟
خطأ، دي صوت طويل، إذن أضعه دائرة. ممتاز. دو صوت طويل أيضاً. دي صوت قصير. ري صوت طويل. ممتاز. وهلا خبرونا، بعدكم مذكرين محفوظة الدال؟ محفوظة الدال سهلة كتير. دال دال مثل، مثل شو الدال؟ مثل درجة. أصعد فيه، أنزل فيه، ثم أمشي. كتير سهلة. ترددوا من بعد. دال دال مثل درجة. أصعد فيه، أنزل فيه، ثم أمشي. دال دال مثل الدرج، أصعد فيه، أنزل فيه، ثم أمشي. دب دب درج درج. دكان دكان. ديك ديك. دار دار. وادي وادي. دولاب دولاب. وهلا وصلنا للفقرة الأخيرة بحصتنا. على اللوح في عنا مجموعة صور، بتكون تساعدونا تنكتب اسم الصورة بالشكل المناسب مع الصوت الطويل المناسب. عنا دي دا دو. بدنا نكتب الصوت الطويل في المكان الصحيح. ما هذا؟ هذا بيت. صحيح، في كتار منكم قالوا بيت مزبوط، بس بدي كلمة بتبلش بحرف الدال. دير، في عنا كلمة شي دير؟ خطأ. دار، نعم دار. دار يعني بيت. دار، هذا دار. ما هذا؟ لاب، فينا شي نقول دي لاب؟ ما فينا نقول دي لاب، فينا نقول دا لاب؟ أيضا لا. دولاب، نعم دولاب. يمكننا أن نقول دولاب دولاب. ما هذا؟ لما بيكون عندنا جبلين شو بيكون في بيناتهم؟ وادي وادي، هذا وادي. إذن وادي وادي. إذن دار صوت طويل دا، دولاب صوت طويل دو، وادي دي. وهيك بنكون حطينا صوت الطويل في المكان المناسب. وهلا يا أصحابي خلصت حصتنا. هالحصة تذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الدال مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. خلينا نتذكرهم سوا. دا 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 دا. دو 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 دو. دي 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 دي. أنا صار لازم أودعكم، أشوفكم بالحلقة القادمة، بس ما تنسوا تسمعوا أغنية الحلقة. إلى اللقاء. الشتاء، الربيع، الصيف والخريف. هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟